الجيمر العراقي. كريمة طازجة 1 كوب 200 جرام، نشا الذرة معلقة طعام 20 جرام، تحريك المكونات جيد، درجة الحرارة متوسطة، دائما تقليب باستمرار أقل من 5 دقائق، مثل هيك يعني يكون، وكتير لذيذ وكتير طيب. هذه الوصفة الثانية، ليب كامل الدسم 1 كوب 200 جرام، نشا الذرة معلقة طعام 20 جرام، هذه البودرة متوفرة في كل الأسواق، عبوة 150 جرام العبوة هذه، كتير طريقة هذه الطيبة، اللي ما عنده كريمة طازجة ممكن يستخدم البودرة، وطلع طيب كتير كتير طيب، هيك أصبح جاهز. هيك بنتركه يبرد، بعدين بندخله الثلاجة أقل شيء لمدة 2 ساعة، هيك بعد 2 ساعة نقطعه نعمله أجزاء بالشكل اللي احنا بنحبه. ممكن نقدمه مع العسل، مع المكسرات، مع الفواكه المجففة، مع الشوكولاتة، مع الآيس كريم حسب رغبتكم. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، بالخاص لمريض السكر الكيتو دايت، مهتم بالغذاء الصحي، يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.